كروتوني الثامن عشر في ملعبه، يعني حتى في ملعبه يعاني، بينما محاولة في المكان السليم ربما تأتي الآن العالية. نعم يحدث ذلك، والرأسية موجودة وتدخل، وهذا الهدف، الهدف يسجل الآن لليوفنتوس. نعم تحدثنا عن الدقيقة 60، الدقيقة 60 اللي فيها اليوفنتوس يسجل تقريبا معدل أهدافه بصورة كبيرة هذا الموسم، من الدقيقة 60 حتى 75 يسجل اليوفنتوس 12 هدف، الآن يسجل بالفعل، وهذه الكرة صمد كثيرا فريق نادي كروتوني، لكن يأتي الهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول، الخلفية كانت من هيغوايين، لكن لهذا الغرض، لهذا الغرض، لأن يكون حكيما في خط الوسط، لأن شوف كل الكرات، كل الكرات مثل ما قلت هذا تبديل، وهذه كرة خطيرة، فرصة، جول، جول، اليوفنتوس يسجل مرة أخرى ومرة أخرى في التوقيت المناسب، في التوقيت المفضل بالنسبة له، لكن دخول، دخول بيانيتش في الكرة الماضية والتمريرة الممتازة والمراوغة الجميلة، وهدف لليوفنتوس الثاني في المباراة في الوقت المفضل بالنسبة له، من 60 حتى 75 يسجل اليوفنتوس بشكل دائم تقريبا، هذا يحدث الآن، والسعادة اللي كان فيها